كابتن بدر رجب، مساء الخير يا كابتن. دايما يا فندم، دايما الشريعي رئيس نادي الوحيد. معانا مين من الاهلي؟ كابتن بدر، ممكن حضرتك توطي التلفزيون، اسمعني من التليفون بس. يا كابتن دايما يا فندم، وطي التلفزيون. كابتن بدر مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ بتشرف بوجود حضرتك معانا. ربنا يخلي حضرتك كابتن سيف، سعيد بلقائي بيك. ربنا يخليك كابتن. انا بخير الحمد لله والشكر لله. مبروك مبروك لحضرتك، مبروك لوليد سليمان، لمحمد شوقي، قطاع النادي الاهلي عامل شغل رائع زي ما اشدنا بامبي، اشدنا بحضراتكم وعاملين نتائج رائعه في عدد كبير جدا من المسابقات. ايه الازمه بتاعت النهارده كابتن؟ خليني الاول احيي الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، وعلى الاستقبال الكويس اللي عملوه لنا في نادي انبي النهارده، والمباراه الكبيره اللي كانت بين النادي الاهلي ونادي انبي. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا مش طرف في موضوع النهارده خالص، لان احنا عارفين من قبل المباراه ان احنا واخدين البطوله. واحنا مش طرف ليه؟ لان قصه التزوير دي ده لسه في كتير جاي. انا بقول الفرق المصريه ان في حاجات هتظهر على الساحه هنفوجئ بيها كتير جدا الفتره الجايه دي. قصه المسننين والمزورين، النادي الاهلي لا يملك لاعب مزور ولا مسنن. النادي الاهلي، انا بعني ما اقول، ما هو مفيش كلام يا كابتن، مفيش حد. النادي الاهلي لا يملك لاعب مزور في قطاع الناشئين. علينا ان نراجع نفسنا في ثلاث منتخبات يرجعوا من بطولات افريقيه مسننين ومزورين. النادي الاهلي لا يوجد لاعب فيهم. الكلام ده نحط تحت 100 خط. ده نمره واحد. نمره اثنين، المواجهات المباشره، وانا لاعب ماتشين في نادي انبي. فين العداله؟ مواجهات مباشره في ايه؟ وانا لاعب اصلا ماتشين في نادي انبي. نمره ثلاثه، انا مع المواجهات المباشره، انا كسبت ماتش وخسرت ماتش، وفرق بيني وبين نادي انبي 9 اهداف. يبقى البطولة لمين؟ ده نمرة واحد. مش فارق معانا البطولة قوي قد ما فارق تعبنا طول السنة والأولاد الموجودين اللي أدوا مباراة بطولية وكانوا عند حسن ظن الجميع في إن هم يحسموا البطولة. إحنا مش طرف إن في فرقة عندها لعيب مزور. الكلام ده جاي بعد المباراة مش قبل المباراة. إحنا مالنا في لعيب مزور مش مزور؟ كانوا يسألونا قبل الماتش في كذا كذا كذا، وفي 3 بونت لنادي انبي هياخدهم او مش هياخدهم، او الراجل هيطلع مزور او مش مزور. مش كسبتنا التزوير موجود في مصر مدى الحياه، مش في نادي المصري بس. مش في نادي المصري بس. علينا ان احنا نفوق، واحنا بنتكلم احنا مش طرف. التزوير موجود، ولسه هنسمع يا كابتن سيف وهتسمع الفتره الجايه ان في لعيبه اتمسكت مزوره ومسننه، وهنعلن عنها بعدين. الكلام ده مش هنعمله دلوقتي، هيتعلم في وقته علشان الناس تفهم اللي هي فيه. في فرق ان انت تلعب عشان قطاع الناشئين الهدف الاسمى والاعلى ان انت تعمل لعيب للفريق الاول، وده وارد في النادي الاهلي وموجود طول عمره، وان انت تلعب على بطوله تاخد اخرها كاس انت اول جمهوريه اول منطقه القاهره. ده لا يعنينا بشيء خالص، يعني احنا خارج نطاق المنافسه في القصه دي. لكن احنا بنبني بطل يبقى راعي بطوله من صغره ويحاول ياخد بطوله، وفي نفس الوقت بنبني بطل وشخصيه تفيد الفريق الاول في النادي الاهلي، وبالتالي تفيد المنتخبات المصريه. على الانديه اللي بتلعب ان هي تفيد منتخبات مصر، مش تفيد انديتها ببطولات مزوره ومزيفه. بطولات مزوره وهم عارفين ان عندهم لعيبه مسننه ولعيبه كبيره ولعيبه لو جبناها على التلفزيون وصورناها عيب تنزل الملعب، عيب تقول لي ده ورقه وسليم. احنا ناس بتوع كوره. الاسبرنت ده مش بتاع مواليد كذا، القوه دي مش بتاعت مواليد كذا. هتيجي تقول لي هات ورقه وسليم، ورقه وسليم في ايه؟ واحد مسنن، واحد مزور. الولد ده لو عنده مثلا 15 سنه ومزور او مسنن، وبعد وقفته 5 سنين انا كاتحاد او انا كمنطقه، هيبقى عنده مثلا هو ضرب 5 سنين هيبقى عنده 25 سنه، ده بطل كوره. ما ينفعش نادي تاني يسجله. صح. ما ينفعش يلعب في نادي تاني. كابتن بدر، حضرتك بعد المباراه عارف ان فريقك كسبت؟ طبعا. هل طبعاً. الفرقه وقفت شويه ثم حد قال لا انتوا كسبتوا؟ لا يعني الفرقه وقفت زعلانه ان هي خسرت المباراه. المباراه كانت في ايدينا يا كابتن سيف، احنا اللي كنا الاحسن واحنا اللي كنا متقدمين. بعد ما كنا 1-0 بقت 2-1 الانبي، اتعادلنا وتقدمنا، وبعد الاخطاء اللعيبه زعلانه على الاخطاء اللي عملوها اثناء المباراه، بالتالي نادي انبي كسب. نادي انبي كسب، مبروك المباراه، لكن مش مبروك البطوله. البطوله النادي الاهلي، احنا خارج نطاق المنافسه في قصه البطوله موجوده ولا مش موجوده. احنا ابطال الجمهوريه
وده مش هدف لنا كتير قوي يعني، لكن احنا بندور على حقنا، حق النادي الاهلي. صح. واحنا موجودين عشان ندافع على حق النادي الاهلي زي ما الناس بتدافع على انديتها. صح. احنا بندافع على نادينا، واحنا عندنا حق كل اللي بنقوله. صح. احنا لسه طرف في قصه، ولو احنا طرف في الموضوع ما تبلغونا قبل المباراه ان الولد ده نادي انبي في ولد ممسوك ولا مش ممسوك. صح. وبعدين ما هو كذبك. ونفس الولد ده لعب ضدنا وكسبنا المصر 6. الله، انت كنت فين؟ انت بعد البطوله ما خلصت جاي تقول لي اطلب ورد مزور؟ انا مش شرف يا بيه، انا خارج نطاق ان انا بقى موجود اطلب ثلاثه طايرين وانا حصلتهم، وفي لعيب مش عارف فاركو، وفي لعيب فين. القصه ما تعنيناش، القصه ان احنا لعبنا واحنا عارفين من قبل المباراه حتى لو خسرنا بنتيجه فرق جول احنا كاسبين الماتش. الساعه الثانيه ل 30 ثانيه ولا 20 ثانيه والافلام اللي حصلت دي، انا زعلان ان انا خسرت كنادي اهلي. ودي ده النادي الاهلي اما بيخش بطوله او بيخش يحارب على حاجه بيزعل انه خسر مباراه، لكن احنا ما خسرناش بطوله، احنا كسبانين البطوله وجالنا جواب من الاتحاد ان احنا ابطال الجمهوريه، ومش هتضيف لنا كتير قوي ان احنا ناخد بطوله لان النادي الاهلي الدولاب بتاعه مليان كتير جدا، لكن احنا بندور على حقوقنا اللي كانت تسلب مننا بدون قصد. تمام. وبدون تعمد. ده حق النادي الاهلي. تمام. واحنا موجودين عشان ندافع على نادينا وعلى شعار نادينا. أكيد. وعلى لاعبتنا. اكيد. اللي لعبت طول السنه. اكيد. مبروك كابتن بدر، وبالتوفيق ان شاء الله لحضرتك وللاهلي في اللي جاي.